السلام سلام معكم مروان مشار في فيديو جديد. الفيديو هذا غادي يكون بلاي ليست ديال كاش بلس. هذا الفيديو بيعجل الاخوان، علاش؟ لان تحط تحديث جديد ديال كاش بلس موبيل واللي طال الانتظار ديالو، بحكم انني انا من الزبناء ديال كاش بلس واللي كنستخدم تطبيق كاش بلس بشكل يومي او لا نقدر نقوله بشكل متكرر اسبوعيا، يعني كنخلص فواتير، كنصيفط فلوس، كنتعامل به مع الزبناء ديالي، يعني كندير به بزاف ديال الحوايج. يعني انا براسي كيكون خصني شي اضافات يكونوا في التطبيق، ولكن كاش بلس كتستجب لينا بعض المرات للطلبات ديالنا. تحدثت معهم قبل انا على هذه القضيه هذه، كنت كونتاكتيتهم ومازال كنهضر معهم على بزاف ديال الحوايج كيكونوا في التطبيق خصهم يتزادوا. كيطلع لينا التطبيق كما كتشوفوا التحديث الاخير هو 3 نوفمبر اللي هو اول البارح الاخوان، يعني اول البارح عفوا، يعني نهار 3 في الشهر تحط تحديث جديد الاخوان. انا يلا درته اليوم باش غادي ندير لكم لا فيديو الاخوان، بحكم انني كنت ما باغيش ندير فيديو صراحه، قلت راه ميزه سهله ما كاينش تعقيدات، ولكن حاولت على انني نشرح باش نبرهن لك الناس اللي كيقول لك راه ما كتخدمش ليا او لا، يعني يقدر يكون الخلل الاخ او الاخت فيك انت في طريقه الاستخدام ديالك، ولكن انا كنبرهن بالطريقه. يعني بعد ما كنديروا التحديد ديالنا كنديروا اوفغير فوالا الاخوان. كنعتذر اولا على الصوت لانني حاليا مريض، ولكن رغم ذلك قدرت على انني ندير لكم فيديو. راكم عارفين ما يمكنش تحط شي حاجه وما نخدموش عليها. اول حاجه الرصيد الحساب ديالي كما كتشوفوا 2 دراهم، غنشحن الحساب ديالي ب 10 دراهم، يعني نكمل في الحساب ديالي 10 دراهم باش نقدر انني نشرح لكم كل شيء ايطاب باغ ايطاب. نشحنوا اول حاجه الحساب ديالنا فوالا الاخوان، كما كتشوفوا ممتاز، نجحت العمليه. دابا شحنت الحساب ديالي، نرجع للواجهه الرئيسيه ديال التطبيق. كما كتشوفوا الحساب ديالي ولات فيه دابا حاليا 12 درهم، 12 درهم الاخوان اللي هو الرصيد ديالي في الحساب. ندخلوا البطاقه الافتراضيه باش نشرحوا. حنا الفيديو دابا درنا على كيفاش نفرغوا البطاقه الافتراضيه الاخوان. فوالا الاخوان، كما كتشوفوا بعد ما كندخلوا البطاقه الافتراضيه الرصيد ديالنا هو 1.68، يعني درهم فاصله 68. الا جينا نديروا تفريغ غادي نبقاو على التفريغ، غادي نجيو هنايا نكتبوا درهم فاصله 68، ما كتبغيش تكتب، كتعطينا 168 مباشره كما كتشوفوا هنايا، يعني ما خداماش لينا القضيه. شنو خصنا نديروا؟ نديروا فوق 10 دراهم كما كتشوفوا، عاد ممكن نسحبوا. دابا حنايا ما عندناش 10 دراهم، ما عنديش في الحساب، تقول لي بغيت نسحب هذه كندير. غادي ترجع غادي تشوف هنايا كما ذكرت لكم قبل اولا شنو درنا قبل، شحنا الحساب ب 10 دراهم. غادي نحاول نشارجي البطاقه بديك الرصيد اللي عندي، غندير فيها 12 درهم فوالا، ندير استمر. فوالا الاخوان، دابا قالك نجحت العمليه. حسنا غنحاولوا ناكتواليزيو لاباج باش نشوفوا الرصيد ديالنا، نديرو اكتواليزي فوالا. الرصيد دابا ديالنا الاخير هو 1368، 13.68، يعني الا بغيت نسحب الاخوان هذا الرصيد دابا حاليا ممكن. فوالا كما كتشوفوا شحنا الحساب ديالنا، الرصيد ولا 0 درهم في الحساب ديالي، ولكن في البطاقه كما كتشوفوا عندي هنايا ها هي 1368. ومن بعد ما كنديروا التفريغ الاخوان كنبركوا عليها. يا باش نعطيكم واحد المعلومه، راه الفاصله ما وراء الفاصله ما كيتسحبش، ديما كنسحبوا مثلا 13.68 نسحبوا فقط 13، يعني 0.68 ما تسحبش. حتى الا بغينا نكتبوها انتما تشوفوا 13.68 فوالا، كيقول لكم بلغ غير صحيح، ولكن الا حيدنا 13 نحيد كل شيء، ندير 13 فقط فوالا، كيعطوني نسحب 13. ملي كيعطوني نسحب 13 كندير استمر، كنتظر، ندير حسنا. الطريقه كتم بنجاح الاخوان. نرجعوا للحساب ديالنا الرئيسي، كما شفتوا قبل الاخوان الرصيد ديالنا كان 12 درهم، دابا من بعد ما درنا تفريغ البطاقه الافتراضيه ولا 13 درهم. يعني بهذه الطريقه الاخوان كنكونوا سحبنا الرصيد ديالنا من البطاقه البنكيه ديالنا اولا البطاقه الافتراضيه ديال كاش بلس للحساب ديالنا الرئيسي. متابعينا الكرام، غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، نتمنى نكون حطيت لكم الفيديو في الموعد ديالو، ونتمنى نكون قدم لكم واحد الافاده واحد المعلومه اللي نتوما ما كتوصلكمش في الوقت ديالها المناسب، تقدروا انكم تشوفوها او تعرفوها من بعد مده، كنحاول نقربها لكم ونبسطها لكم انا بهذه الطريقه الاخوان. حتى لهنا غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. الى عجبكم الفيديو استفدتوا ما تنساوش تعطوني اعجاب وتعطوني الاخوان ابوني او لا اشتراك او لا سبسكرايب على حسب اللغه الهاتف ديالكم. كان معكم مروان بشار، تلقاو فيديو جديد.